مرحبا تلاميذنا الحلوين، مستمرين بسلسلة المحاضرات الإلكترونية للصف الرابع الابتدائي لمادة العلوم 2020-27. اليوم درسنا هو الصوت وخصائصه. أريد نعرف شنو يعني الصوت. قلبوا لي على صفحة 168 هذا الموضوع. شوفوا لي الصورة الموضحة بصفحة الدرس. شنو شفتوا؟ شفتوا عفية طيارة. طيارة احنا شلون نعرف انه فوت الطيارة؟ بنسمع صوتها صح لو لا؟ ميزنا صوت الطيارة لما ميزنا؟ اكيد ميزنا. زين، اليوم حناخذ بهذا الدرس حناخذ شنو هو الصوت وشنو هي فائدة اهميته للانسان وشنو هي مضاره. زين ماما، اول شيء ايش كاتب من هنا؟ لو اغمضت عيني مده بسيطه فانني اسمع اصواتا مختلفه. خلي كلنا نغمض عيوننا. ايش حنسمع هسه؟ انا اسمع صوت تلفزيون، اسمع صوت واحد يمشي، وصحيح دا اسمع اصوات مختلفه. اسمع جاء الساعه تتحرك، مو صحيح؟ اسمع مثلا الصبح من اقعد اسمع عصافير زقزق، اسمع بعد شنو؟ اصوات سيارات، اصوات ناس تمشي بالشارع، اطفال. زين، بالليل من انام ما نسمع، يكون كلش هدوء الليل، فنسمع بس صوت الرياح، اصوات كلش هادئه. زين، لازم نعرف انه شنو تعريف الصوت. اذا تذكرون العام الثالث اخذنا الضوء واخذنا قلنا اشكال الطاقه، الضوء، الصوت، مو صحيح؟ الصوت تعريفه هو شكل من اشكال الطاقه يحدث نتيجه اهتزاز الاجسام. يعني شنو؟ هسه انا من دا احكي شلون دي يصير صوت، دي يهتز الوسط، دي يهتز الهواء اللي عندي فدي يصير صوت. اذا اهم شيء تقول شكل من اشكال الطاقه، شكل من اشكال الطاقه يحدث نتيجه اهتزاز الوسط. مثلا عندي هسه هنا، شوف شيء مبين عندنا، هذا اكثر شيء نشوفه برمضان، مو صحيح؟ من يضرب على على غشاء الطبلة، ايش راح يصير؟ حتهتز، مو صحيح؟ شاف منه دق قوي، تهتز. من اللي حتهتز حيصدر هذا الصوت. اذا ليش يحدث الصوت؟ نتيجة اهتزاز الاجسام. اوكي ماما؟ زين، هسه مثلا انا اريد هذا، وين الطفل مخلي اصابعه؟ انتبهوا وياه، وين مخلي اصابعه؟ على تقريبا على بلاعيمه، هيك اصبعين. انتبهوا كلكم، بس باعوا زين، ركزوا، باعوا، يلا كلكم وياي، خلف اصبعين على بلاعينكم او على حنجرتكم، واتكلم بصوت مسموع. هسه باعوا انا مو دا احكي، دا احس اوقف شيء دا يهتز جوه، اوقف شيء دا يتحرك، اشعر ان شيئا ما يهتز تحت اصابعي. فصوت الانسان يصدر عن الحنجرة إذ يوجد فيها طيتان تدعى الحبال الصوتية. شايفين مرات إحنا نقول قد ما حكيت حبال الصوتية ما تقامت تأذيني. هاي الحبال الصوتية أنا من أحكي تتحرك تهتز على مود شنو؟ على مود يخرج الصوت. الحبال الصوتية هي اللي تهتز حتى أثناء الكلام حتى تولد لي صوت. هسه دا اقول لكم انا شلون يطلع صوت مني؟ تقولوا لي ستي الحبال الصوتيه موجوده بحنجرتنا، من احنا نريد نحكي تهتز فتطلع لنا الصوت. زين، الحيتان اصواتا في الماء، حيتان او الدولفين، تذكروا مره من قلتوا لي بالبحر اكو صوت دولفين، تطلع اصواتا في الماء. اريد اعرف شنو اهميه الصوت للانسان. احنا كل شيء قلنا قبل شويه انه الصوت نسمع باشكال مختلفه. في أهمية لحياتنا، في صوت أهمية يعني في نوع بيضر. مثلا أنا جرس المدرسة أقدر أستفادني، ليش؟ لأن حتى أعرف إنه الفرصة خلصت وبدأ الدرس، أو الدرس خلص وبدأت الفرصة، صحيح؟ مثلا صوت العصافير
يكون مريح الصوت مع العصافير، كلش مريح للإنسان. صوت الموسيقى الهادئة يكون كلش مريح للإنسان، مو صح ماما؟ صوت السيارات الإسعاف تنبهني إنه أكو مثلا ناس مرضى، الأطفال، أكو يعني حريق، مو صحيح ماما؟ صوت التليفون معناته إنه أكو أحد يرن علينا. زين، أما الأصوات المزعجة مثلا إجت السيارة أو المطار فات من بابنا، هسه أني البارحة فات مطار من بابنا، بقى يدق هورن، يدق بالمطار مالته بحيث الكل حكى عليه، يعني هاي سوالي أني، سوالي ضوضاء، سوالي يعني قلت هاي ليش هيك مزعج هذا؟ هاي ليش هيك سوى ضوضاء بالمنطقة؟ فإذا الأصوات العالية تسبب ضوضاء ويسبب إزعاج لنا كذلك. زين ماما، مثلا صوت العمال البناء، هاي آلة الحفر مالتهم ايش قد مزعجة، بحيث احنا مرات نقعد الصبح نقول هاي ايش قد مزعجة آلة الحفر، هم سببت لي شنو؟ ضوضاء. زين، ما خصائص الصوت؟ عاد تعرف شنو هي خصائص الصوت؟ احنا جميعنا كنا نسمع اصوات مختلفة يوميا، بس اقدر اميز هسه اني اذا احكي واجا مثلا كذا طالب حكي، حتميزون بيا صوته بين هذا الطالب؟ أكيد أني صوتي صوت مرأة يكون ناعم، صوته هو حيكون غليظ، صوت رجل، مو صحيح؟ بعد شنو نميز نقدر بأصوات؟ بعد صوت مثلا الطائرة قوية أقوى من صوت السيارة، مو صحيح؟ نقدر نميز بين صوت الجرس مال المدرسة وصوت التليفون، يعني إذا دق الجرس حنقول هذا جرس مال المدرسة، دق التليفون نقول تليفون مال المدرسة، فقدرنا نميز بين الأصوات. هسه هنا ايش كاتب لنا؟ افكر واجب. هي هو صوتها حاد، صوت المرأة ام صوت الرجل؟ ايش حتقولوا لي؟ قولوا لي ست انت احكي وخلي الرجال هم يحكي، خل امي اشوف، او انتم بالبيت قولوا الماما والبابا، خلي ماما تحكي وبابا يحكي وشوفوا منو احد صوته. اذا قدرنا نميز يا صوت اقوى من الثاني او اخشى من الثاني. اوكي ماما، هسه اذا اقول لكم سؤال، ما سبب حدوث الصوت؟ قولوا لي نتيجة اهتزاز الأجسام، إذا ما صار اهتزاز بالأجسام ما يصير صوت، يعني أنا هاي حنجرتي الحبال الصوتية مالتي، إذا ما تهتز ما يطلع مني صوت، إذا التليفون رن مثلا أو دق منبه وما اهتز جزيئات الوسط اللي هو جزيئات الهواء ما يحدث صوت. زين ماما؟ إذا هسه هنا كملنا درسنا لهذا اليوم، كان درس بسيط وحلو، وإن شاء الله نلتقي بالدرس القادم.